هذه اللحظات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي عقب انتهاء هذه المباراه. كابتن حسام طبعا هارد لك على النتيجه النهارده، يمكن النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز، لكن النادي الاهلي ادى اداء يمكن جيد النهارده، ما كانش فيه توفيق في بعض القوات. تقييمك لاداء الفريق النهارده كان هو في البدايه طبعا اكيد تحياتي للكابتن محمد فاروق، كابتن ربيع ياسين، كابتن وليد. زي ما انا بقول يعني احنا كلنا بنتكلم كمدربين او محللين او اخصائيين، يعني بنتكلم على كره القدم وبنقول تملي، ودي الرساله اللي احنا حتى بنقولها للجماهير، ان كره القدم لابد يبقى فيها اخطاء، والاخطاء بتبقى وارده في كره القدم، لكن لما يكون كم من الاخطاء زي النهارده اكيد طبعا عليه علامه استفهام كبيره. علامه الاستفهام دي انا بقول اجابتها عشان ما تروحش يعني ذهننا لاي حاجه، علامه الاستفهام بتاعه النهارده دي طبعا هي القدرات اللي موجوده، القدرات الموجوده طبعا اثرت بشكل كبير جدا على نتيجه المباراه، لان ما بيبقى فيه كم الاخطاء اللي شفناها النهارده بالفعل اثر على نتيجه المباراه. لكن بشكل عام ردي عن اداء لاعبي النادي الاهلي النهارده، وهل الغيابات كان ليها عنصر مؤثر النهارده في المباراه؟ انا تعادلت فما بقاش راضي طبعا قوي، يعني لان برضو كان في توتر نتيجه اللي حصل في المباراه في بعض الفترات، وبالذات في الشوط الاولاني ما كناش ادائنا بالشكل المرضي. الشوط الثاني عملنا كثافه هجوميه على فرقه الجيش، لكن كان في تماسك من فرقه الجيش وفي اصرار، كنا قريبين جدا معظم الوقت من منطقه ال 18 وعاملين ضغط هجومي على فرقه الجيش، لكن فرصنا ما كانتش واضحه نتيجه الكثافه العدديه اللي الجيش كان عملها. طبعا يمكن الفرصه الوحيده اللي واضحه بشكل كبير جدا هي طبعا فرصه وليد ازارو للكره اللي عملها حسين السيد. يعني بشكل عام للصفقات الجديده يا كابتن حسام، سواء وليد ازارو النهارده، احمد الشيخ يمكن تالق وادى اداء جيد، اسلام محارب لما نزل ايضا ادى اداء جيد، تقييمك ليهم؟ لا طبعا كلهم لعيبه جيده، لعيبه مؤثره، لكن هو طبعا الموضوع برضه بيبقى محتاج وقت والتحضير، لان في ناس من دول مش مقيدين افريقيا، وانت النهارده بتلعب مباراه في الدوري بتبص للنتيجه وبعدين بتغير بعد كده وتروح للمفترق الافريقي وتضطر تركز على المجموعه المسجله افريقيا، لان بكره حتى عندنا مباراه وديه على اساس معظم الناس ما لعبتش تبقى جاهزه، تاخد طبعا جزء او يعني كم من الوقت تبقى جاهزه لمباراه ترجي ان شاء الله. نقطة يمكن الناس ما خدتش بالها منها شوية، وهي احمد ياسر ريان، يمكن بعد ما ضيع احدى الكرات الجماهير يمكن نادت شوية او اتكلمت شوية، كابتن حسام بدري راح مشاور قال لهم بالراحة الصبر اللعيب لسه ناشئ. لقطة جيدة جدا ومهمة جدا كابتن حسام، العامل النفسي مع اللعيب في اولى مبارياته الرسمية. لا انا عارف طبعا، يعني انا بعذر الجماهير، لان الجماهير طبعا انت خسران عاوزة تتعادل وعاوزة تكسب، وبالفعل احنا تعادلنا الحمد لله، لكن الجماهير دي مشاعرها واحنا بنحترم مشاعرها، لكن بالفعل انا قلت لهم طبعا يعني بشويش على احمد شوية، لسه لعيب صغير لكن لعيب واعد وده مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله. اخر سؤالين، مباراه الجونه بكره، سياسه يمكن جديده من الجهاز الفني، وجهه نظر حضرتك في السياسه دي؟ انا قلت لك انا بجهز، يعني لابد في بعض اللعيبه تبقى جاهزه لمباراه الترجي، سواء في الناس اللي ما نزلتش الملعب النهارده اللي كانوا موجودين على دكه الاحتياطي، او حتى الناس اللي خارج القائمه، فده الهدف الاساسي ان هم يبقى جاهزين. مباراه الترجي استعداد ليها ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله، بنبدا من بكره ان شاء الله، وعندنا دوافع كبيره وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. شكرا شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن حسام البدري عقب انتهاء هذه المباراة، أكيد تصريحات كانت مهمة جدا من كابتن حسام البدري، لكن أكيد كل التركيز بداية من الغد في مباراة الترجي التونسي ودوري أبطال أفريقيا ودور الثمانية من هذه البطولة، وتركيز أكيد بشكل كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين للوصول للدور المكمل في دوري أبطال أفريقيا، ويمكن ده أهم شيء بالنسبة للجهاز الفني ومجلس الإدارة واللاعبين وأكيد لكل جمهور النادي الأهلي. هارد لك على النتيجة النهاردة، لكن النادي الأهلي إن شاء الله هيقدر يواصل مشواره هذا الموسم في مختلف البطولات، سواء بطولة الدوري أو إن شاء الله بطولة دوري أبطال أفريقيا. عودة ليك يا كابتن فاروق.